فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت لتشييع جنازة في مقبرة النسيم، فرأيت هناك مظلات قد أعدت ووضع عندها بعض الكراسي وسيارات توزع ماء للشرب. يقول فأنكرت هذا وقلت إن العلماء قد حذروا من هذا، وأردت أن أتكلم في الناس وأعظهم وأحذرهم من ذلك، من هذه المظلات ومن هذا الماء، لكن خشيت أن هذا لا يجوز هذا العمل، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ عليك أن تبلغ الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التي تقوم بهذا الشيء، المنع من هذا وإزالته، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.